أنا تعبان كتير، تعبان بلاء تلو بلاء، أمراض وأحزان، حروب وأمراض، الدنيا صايرة صعبة يا شيخ، المعيشة صايرة صعبة. متى نرتاح يا شيخ؟ متى الراحة؟ أما بعد، جاءني أحد الإخوة يشكو همه، قال يا شيخ أنا تعبان كتير، تعبان بلاء تلو بلاء، أمراض وأحزان، حروب وأمراض، الدنيا صايرة صعبة يا شيخ، المعيشة صايرة صعبة. متى نرتاح يا شيخ؟ متى الراحة؟ فقلت له سبحان الله، هذا السؤال وجه للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فقال له رجل: يا إمام، متى الراحة؟ إيمت رح نرتاح؟ فقال له الإمام أحمد: حين تضع أول قدم في الجنة، حين تضع أول قدم في الجنة، طالما أن رجليك خارج أبواب الجنة فأنت في كبد، فأنت في كبد. ما معنى كبد؟ قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في نصب، في مشقة، يكابد مصائب الدنيا وأهوال الآخرة، في كبد، تعب مستمر، من حين نفخ الروح إلى حين نزعها ما في راحة مستمرة في هذه الدنيا، أقول في هذه الدنيا ما في راحة مستمرة، مستحيل مستحيل. بده يكون في مرض، حزن، تعب، مشقة، بلاء، مصيبة، وهكذا الإنسان يكون طفل ثم يافعا شابا ثم كهلا شيخا، وهكذا لا تستقيم الدنيا على حال. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا الأمر أحسن بيان، بيّن لنا حقيقة الدنيا، حقيقة الدنيا، وما الحكمة في إيجادنا في هذه الدنيا، وإلى أين نحن ذاهبون. الله بيّن لنا ذلك كله كله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله، ليختبركم، ليمتحنكم، في امتحان واختبار للجميع، حتى الأنبياء، نعم حتى الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، عدوا من شياطين الإنس والجن، حتى الأنبياء، الكل سيبتلى وسيمتحن. إذن ما في راحة مستمرة أبدا. قال الله تعالى: ولنبلونكم، الجميع الجميع، شوف التوكيد، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خمس أنواع ابتلاءات، انتبه، من الخوف، بشيء من الخوف والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذن ما في راحة مستمرة،
وما يحدث لك ولي وله أمر طبيعي. لكن الإنسان يعرف، المؤمن يعرف ما الحكمة، أين هو ولماذا هو هنا وإلى أين هو ذاهب. وإذا أردنا أن نعرف الإجابات إلى أين نرجع؟ إلى أين؟ إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمن يعبد ربه على بصيرة، على بصيرة. لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، ينبغي عليك أيها المسلم أن تعرف، أن تعرف ما هو الصراط المستقيم، وكيف تصل إلى بر الأمان، وماذا ستواجه على هذا الصراط. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. أيوة، هذا هو الطريق. يعني ما هو مفروش بالورود، الله أكبر، طريق الجنة ما هو مفروش بالورود، بالمكاره، في مطبات، في حفر، في ظلام. تحتاج هنا إلى نور، إلى ضياء، إلى قائد يقودك في هذا الطريق، أليس كذلك؟ حتى تصل إلى بر الأمان. هذا كله أين؟ في كتاب ربنا الذي هجرناه، وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم التي ابتعدنا عنها، سبحان الله. إذن ربنا في كثير من الآيات بيّن لنا حقيقة هذه الدنيا، وأنها سراب زائل، سراب زائل. ثانية: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هنا ما معنى الكفار هنا؟ الزراع، الفلاح، لأنه يكفر البذار، يعني يغطي البذار بالتراب، سمي بالكافر، تمام؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الفلاح بيفرح لما بينزل مطر وبيطلع النبات، بيفرح جاي الموسم. ثم يهيج فتراه مصفرا، ما بيبقى شيء على حاله، بيطلع النبات وبتقطف الموسم كذا، ثم يهيج فتراه مصفرا، بيصفر وبيبس، ثم يكون حطاما. وهيك الدنيا رايحة. طب كف الآية: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. طريقين، جنة نار، عرف وين رايح. ختم الآية: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إلا متاع الغرور. طب بعد هالمقدمة هاي، وأنا عم اشرح له لأخونا هون، هذا الكلام عم اشرح له إياه لأخونا اللي عم يشكل هموم، ربنا عم يبيننا الطريق وإيش رح يصير معنا، ورح يصير في مصائب وبلاء و و و لقد خلقنا الإنسان في كبد وإلى ما هنالك أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولنبلونكم بشيء كذا 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 كذا. طب إيه يا رب؟ بدنا شيء يساعدنا في هذا الطريق أمام هذه التحديات وهذه الأزمات، إيش في هيك يساعدنا؟ ما زال نحن اليوم في كبد وفي تعب، بدنا معونتك يا ربنا. الله عز وجل أرشدنا إلى سلاحين عظيمين، اسمع يا مؤمن يا موحد، إلى سلاحين عظيمين إن أخذ بهما المؤمن كان في حصن حصين ووصل إلى بر الأمان، إلى بر الأمان. إذا أخذ بهما المؤمن كان في حفظ الله ورعايته ورحمته. سلاحان، ما هما؟ النور والضياء. وضح لنا أكثر يا شيخ. النور والضياء. تعالوا بنا إلى سورة البقرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قبل بآيتين، قبل بآيتين إيش قال ربنا؟ مشان نواجه هذه الابتلاءات،
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بماذا؟ استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. سبحان الله، سلاحان النور والضياء. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصبر ضياء. الضياء معه إحراق، شفت الشمس؟ الله تعالى قال: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. القمر فيه ضوء بس ما فيه إحراق، أما الشمس فيه ضياء مع إحراق، لأنه الصبر شو؟ في شدة، تمام؟ في مجاهدة. تبهتوا يا أحبابنا؟ ربنا عم يقولنا، عم يرشدنا لها السلاحين هدول. يا أيها الذين آمنوا استعينوا، 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 يعني اطلبوا المعونة من ربكم بهذين الشيئين، بهذين السلاحين، بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا أخذت بهالسلاحين ربنا بيكون معك، أنت في حفظه ومعيته ورحمته. سبحان الله. أول سلاح الصبر، الصبر، أن يعلم المؤمن أن كل ما أصابه لم يكن ليخطئه أبدا، في رب حكيم يدير هذا الكون، رب خالق عظيم سبحانه وتعالى، كل ما يحدث هو لمصلحتك، ممكن أن تراه في نظرك شرا لكن في حقيقته هو لمصلحتك، لمصلحتك. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام تعرفون كلكم قصته، أخذ من أبيه وغيب عنه، ثم رمي في البئر، بيع عبدا، تعرض لفتنة النساء، أكثر من 40 سنة بعيد عن أبيه ليصبح عزيز مصر. قصة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كلكم تعرفونها، كيف ألقته أمه في اليم في التابوت، وكان فرعون عم يذبح الأطفال، فرباه الله في قصر فرعون لتكون هلكته على يد موسى عندما يكبر. تدبير الله. الصبر، أن يعلم المؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الله هو الذي يدبر الأمر. لا إله إلا الله. مات ولد لي، الحمد لله، حكمة الله. أصبت بمرض، الحمد لله، حكمة الله. يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ أي نحن ملكه وعبيده، يتصرف بنا كيف يشاء. تسليم. سبحانك ربي لا إله إلا الله، أنا عبد لك. معي أنتم يا أحباب؟ نوحد الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي بالموت، فلا جزع إذن، وإنما هو تسليم لحكمته وقضائه وقدره، وهذا من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر. إذن هذا هو ضياؤك في طريقك إلى الله، الصبر. ضياء الصبر فيه إحراق كما قلنا، يعني الضياء فيه إحراق كما قلنا، لأنه صعب. في 3 أنواع للصبر: صبر على المعصية، ترك المعصية بده جهاد، بده صبر. الصبر على الطاعة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ما قال واصبر، واصطبر. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، واصطبر عليها. كمان قيامك لصلاة الفجر، لقيام الليل، لكذا، لأداء الزكاة، بده صبر. وصبر على الأقدار، هذا كله هذا صبر. فإذا السلاح الأول الضياء، الضياء في سيرك إلى الله بدك هذا السلاح. قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر الآية: ولنبلونكم بشيء كذا كذا. ماذا قال بعدها؟ وبشر الصابرين. وحق له أن يبشر.
هذا الذي نجح بالامتحان. لأنه في عند نحن كلنا الآن في امتحان يا أحباب، ويوشك أن تسحب الورقة من بين أيدينا. هاي الورقة، هاي الصحيفة رح تعرض يوم القيامة على الله عز وجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، أفعالك، أقوالك، هدول اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بدك تقرأ، فهذا الكتاب سيعرض على الله عز وجل يوم القيامة. في درجات في الجنة، درجات، واحد فوق بالدرجة 100، واحد بال99، واحد بال88، وهكذا، وكله بيختلف. في ناس فوق في الفردوس الأعلى، فوق فوق حسب النتائج. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا قال بعدها؟ شوف، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات، ما قال صلاة، صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عرفانين وين ماشيين، ها، هداية، اهدنا الصراط المستقيم. وهؤلاء يبشرون يوم القيامة. الله تعالى قال عن أهل الجنة: إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا، أنهم هم الفائزون. الملائكة تدخل على أهل الجنة من أبواب الجنة، تقول لهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم، فنعم عقبى الدار. إذن الدنيا ربنا عم يبين لنا حقيقة الدنيا، وانت وين وين رايح، وشو لازم تساوي، وعم يعطيك السلاح. هذا طريق الهداية والطريق المستقيم. السلاح الثاني النور. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة، إن الله مع الصابرين. الصلاة أعظم ما يستدفع به البلاء، وأعظم ما يستجلب به أو تستجلب به البركات. الصلاة باب الله الأعظم، باب الله الأعظم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، حزبه شو يعني حزبه أمر؟ اشتد عليه أمر، قال: فزع إلى الصلاة. الله أكبر، يعني عندي الشد والكرب والبلاء والحرب، فزع إلى الصلاة. ليش إلى الصلاة؟ صلتك بالله، حبل الله، باب الله الأعظم. عند الاستسقاء، إذا أجدبت الأرض وانقطع المطر، تأخر المطر، وين كان حبيبنا يروح صلى الله عليه وسلم؟ إلى الصلاة. وعلمنا صلاة الاستسقاء. إذا كسفت الشمس، صلاة الكسوف، قال: إذا رأيتم مثل هذا، مثل هاي الآية يعني، فافزعوا، فافزعوا إلى الصلاة. إذا خسف القمر، فزعوا إلى الصلاة، صلاة الخسوف. عند التوبة، إذا واحد أذنب، دلنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الصلاة. قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يتطهر فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له. صلاة. الله تعالى أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إذا حاصرته الهموم والأحزان وضاق صدره أن يفزع إلى الصلاة. قال سبحانه وتعالى، انتبه للآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله أكبر، في هم، في حزن، وين وجهه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. من الساجدين. الله تعالى أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار أن يفزع إلى الصلاة. وين هاي؟ اسمع،
اسمع للمفاجأة. قال له سبحانه وتعالى في مواجهة الكفار ومواجهة أبي جهل: كلا لا تطعه واسجد واقترب، واسجد واقترب. كل ما سجدت تقترب، ترتفع إلى الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة بالصلاة حتى يتحمل أعباء الرسالة وشدة هذا الأمر. أمره بالصلاة فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إذن الصلاة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نعي إليه أخوه، مات أخوه فاسترجع، يعني قال إن لله وإنا إليه راجعون، ثم نزل من على دابته وصلى ركعتين ثم قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. علي رضي الله تعالى عنه يقول: ولقد رأيتنا ليلة بدر، ليلة غزوة بدر، وما منا من إنسان إلا وهو نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يصلي إلى شجرة ويدعو ربه حتى أصبح صلى الله عليه وسلم. فإذا الصلاة هذا السلاح الثاني، الصلاة، الدعاء، الاستغفار، الذكر، هذا ما يعيننا عباد الله في دنيانا ويوصلنا إلى بر الأمان ونكون في حفظ الله ومعيته. فيا عباد الله استعينوا بالصبر والصلاة، وخاصة ونحن نعيش في هذه الأزمات والحروب وضيق الحال والمعيشة، استعينوا بالصبر والصلاة بالرجوع إلى الله. الشباب استعينوا بالصبر والصلاة وأنتم تعيشون في هذه الفتن التي تعصف بكم عصفة. الصلاة لها نور في القلب وفي الوجه وفي القبر وعلى الصراط في أرض المحشر. سبحان الله، هذا يعينك، يعينك. الصلاة نور، 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 تنير لك الطريق، تعينك. الصلاة المفروضة، وبعد الصلاة، الصلاة المفروضة ماذا؟ قيام الليل. هذا دأب الصالحين من قبلكم كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا يرفعك عند الله. وجاء في الحديث أن ربنا سبحانه وتعالى ينادي في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هي كل ليلة. العم يشكو ضيق الرزق والهموم والأمراض، الصبر والصلاة. العم يشكو عدم الإنجاب، ما عنده أولاد، الصبر والصلاة. تمام؟ الذي يريد الجنة ورضوان الله، الصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ونحن اليوم مثل ما قلت لكم، نحن اليوم أحوج ما نحتاج. ترون ماذا يحدث الآن في البلاد الإسلامية يا أحبابنا؟ والله لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، لا مخلص لنا إلا الله. لا تعلق القلوب بدولة ولا بفصيل ولا بحزب ولا براية، الذي سيخلصنا هو الله، الله فقط. توجهوا إلى الله. اليوم صلاة الفجر ما في أحد، ما في أحد. يا ناس، يا ناس، نحن ببلاء، يا ناس نحن بكربة، بكربة، بكربة. إلجأوا إلى الله حتى يرحمنا الله، حتى يفرج عنا الله. توجهوا إلى الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين ومن أهل الصلاة.
المداومين على الصلاة، الخاشعين في الصلاة. اللهم يا رب فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم.